السلامة، مرحبا بكم في فيديو جديد على قناتكم، قناة أحمد بن عطية. في الفيديو متاع اليوم باش نحكيو على خاصية جد مهمة في فيسبوك، وبرش عباد للأسف ما يعرفوش كيفاش يفعلوا الخاصية هذه، وإلا ما يعرفوش الخاصية هذه كيفاش العباد قاعدة تستغل فيها في فيسبوك. دونك الخاصية اللي باش نحكيو عليها اليوم هي خاصية توثيق أو حماية الصورة الشخصية الخاصة بكم. كما باش نشوفوا مع بعضنا، العملية بسيطة على الأخر، ما تتطلبش برشا مجهود وما تتطلبش برشا معرفة، فقط اللي لازم هو تطبيق صغير نقوم بإضافته لمتصفح جوجل كروم، وهو دونك اللي من خلاله باش نجم نقوم بالعملية هذه كاملة. أول حاجة نعملوها نمشيو للكروم ويب ستور باش نلوجو على مالتيبل تولز فور فيسبوك. دونك مالتيبل تولز فور فيسبوك تلوجوا عليها لهنا، وإلا تحبوا تلوجوا عليها زاد مباشرة في محرك البحث جوجل المفيد، تلقاو روحكم في الصفحة هذه، وأنا في صندوق الوصف تو نحط لكم الرابط بتاع التطبيق هذا وإلا الإضافة الصغيرة هذه اللي كما قلنا أقوم بتنزيلها على متصفح جوجل كروم. بعد ما تقوم بإضافتها، أنا بالطبيعة قمت بإضافتها هنا، دونك يظهر لي ريموف. بعد ما تقوم بإضافتها، اللي باش تقعد معنا عملية التنصيب نتاعها ما تقعدش أكثر من 30 ثانية، باش تنزل دونك تظهر لك لهنا أيقونة هذه، تنزل عليها تحلك الإضافة هذه، الإضافة اللي فيها بارشة خصائص مزيانة على الأخر. بالطبيعة أول ما تحلها لازمك تقوم بربطها بحساب الفيسبوك متاعك باش تنجم تستعملها. دونك لهنا شوفوا يعطيك الإحصائيات متاع المستخدمين، فما أكثر من 100 مستخدم، 100 ألف عفوا مستخدم. لهنا باش تلقى شنو هما الأدوات اللي موجودة على فكرة، هذه فيها فيرسيون بريميوم وفيرسيون فري. احنا الفيرسيون اللي قاعدين نستعملو فيها الفيرسيون الفري. عندك فرانس ريموفر إذا كان عندك أصدقاء تحب تقوم بحذفهم بصفة جماعية، دونك لهنا يقعد هو ياخذ الداتا من الكونت متاعك، من الاكونت متاع الفيسبوك متاعك، قوم بتجميع الداتا. استنى شوية، كما قلنا معناها إضافة مهمة برشا، وإضافة تنجم تعطيك برشا خاصيات للحساب متاعك. كما قاعدين نشوفوا يعطيك أول حاجة شنو ما الحسابات الغير مفعلة، يعني هذوما الأشخاص اللي الحسابات متاعهم قاموا بإغلاقها في فيسبوك، يجيبهم لك لهنا ويقول لك إذا كان تحب تقوم بالإزالة متاع الأشخاص هذوما أو حذفهم. باش تقوم بالحذف متاعهم مثلا، جيو لهنا، جي لهنا، لهنا، هكا هكا، بعد كي جي لهنا وتضغط على باي باي. دونك تضغط على باي باي لهنا، بالطبيعة إذا كانك باش تضغط على انفراند باش يقوم بإزالتهم، وحتى كان من بعد هما يقوموا بإرجاع الحسابات متاعهم باش يلقاوك اللي انت قمت بازالتهم من فيسبوك. دونك مش باش نقوم بها العمليه هذه توا. بالنسبه للفرانز لوج باش يعطيك شكون العباد اللي اكسس دينايد، هذه بالنسبه للخاصيات البريميوم. لكن لهنا باش يعطيك اخر الانشطه اللي قمت بها انت، العباد اللي بعثت لهم معناها اضافات على فيسبوك، العباد اللي اضافوكم على فيسبوك. لهنا عندك الجروب سكانر، دونك تنجم من خلاله تشوف الجروبات كيف كيف حسب ما شفت، اللي هي تقريب خاصية موجودة في البريميوم. بيج سكانر كيف كيف، انتراكشن سكانر، برايفسي تشينجر، هذه من خلالها تنجم تقوم بتغيير البرايفسي اوبشن لجميع المنشورات اللي موجودة في الحساب متاعك. دونك تحب تحطهم اونلي فور مي والا بابليك والا فرانس، ويشمل هذايا المنشورات القدم. هو لهنا يعطيك الوقت من وقتاش حتى الوقتاش، مثلا تحب المنشورات اللي قمت انت بتنزيلها من يوم 1 مارس 2019 حتى المنشورات اللي قمت بتنزيلها نهار 4/7/2020، تحبهم الكل يوليو يظهروا لك كان انت، دونك تحط اونلي مي، والا اذا كان تحبهم يوليو يظهروا للناس الكل تحطهم بابليك الى اخره. دونك انت عندك حرية الاختيار. لهنا تنجم بالطبيعة هذه مش باش ندخل لها، تنجم تدخل لهنا تقوم بتنزيل المسجات نتاعك، يعني الميساج اللي عندك مع اصدقائك. هو از اكتف يوريك شكون من الاشخاص الاصدقاء نتاعك اونلاين. وعندنا الميزه اللي حشنا بها اللي حكينا عليها اللي هي بروفايل بيكتشر جارد. دونك تجي
يظهر لك لهنا صورة البروفايل متاعك. كما قاعدين تشوفوا هذه هي صورة البروفايل متاعي. جي لهنا تضغط فقط على زر Shield Up. قل لك لهنا Shield Activated. Your Facebook profile is now guarded. لهنا شنو اللي يصير؟ مش تعمل Refresh Share باش يظهر لك ويظهر لك دونك لهنا هذايا الدرع اللي ما كانش موجود. يولي يظهر لك حتى على التطبيق متاع الهاتف يولي يظهر لك. هذايا الدرع يمنع الأشخاص دونك كما يقولنا لهنا من أنهم يقوموا بتنزيل الصورة الشخصية متاعك، صورة البروفايل متاعك. إذا كانك بطلتهم بعد كي تحب تنحيه الدرع هذايا فقط تضغط على Shield Down. لهنا يتنحى. نعود نجيو لهنا نضغطو Refresher. دونك كيما تشوفو تنحى. بيان سور هذايا الدرع هذايا اللي حكينا عليه وإلا التوثيق متاع صورة الحساب متاعك يصير على كل صورة على حدة. يعني اليوم اللي نبدل فيه الصورة هذه دونك نعاودو نعملو Actualize باش يظهرلنا كيفاش رجع. نهار اللي نبدل الصورة هذه يولي لازمني مرة أخرى نقوم بتفعيل الدرع هذا. دونك هكا تكون فعلت دونك الحماية على الصورة الشخصية تاع البروفايل متاعك، لأنه برشا أشخاص وخصوصا البنات وإلا النساء يخافوا ديما على الصور الشخصية متاعهم، صور البروفايلات متاعهم. دونك هذايا حل باش تنجم تقوم بحمايتهم، ما تخلي حتى شخص آخر ينزلهم. كان هذايا محتوى الفيديو متاعنا، إن شاء الله يكون الفيديو عجبكم، إن شاء الله تكون المعلومات اللي فيه أفادتكم. ما بقى لي كان باش نقول لكم إلى اللقاء، ردوا بالكم على رواحكم ونشوفكم في الفيديو القادمة إن شاء الله.